عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد وحشتوني كتير كتير كتير. وعودة إلى الفيديوهات الغريبة، اليوم إن شاء الله سأريكم 5 استعمالات لمعجون الأسنان ستغير حياتكم. يلا معي لنتابع الفيديو. ابنك وسخ لك الحيطة بقلم، ما عليك سوى تضعي القليل من المعجون على فوطة، فركي جيدا. القلم سيختفي نهائيا. بتغسلين أسنانك ووقعت منك جزء من المعجون، ما عليك سوى تفركين الحوض جيدا. ثم تمسحين بفوطة. رائحة الحوض ستصبح جد رائعة، وكذلك سيصبح منظره جد لامع. حذائك الأبيض بيتوسخ كثير، ضعي القليل من معجون الأسنان على فوطة وفركي بها الحذاء. ويكون هذا الشكل النهائي. قطعتي بصل وبقات لك ريحة في إيديك، خذي القليل من المعجون فركي بها يديك، ثم اغسليهم بالماء. رائحة البصل راح تروح نهائيا وستحصلين على رائحة جد منعشة. عندك اسفرار بأسنانك، ضعي معجون الأسنان على الفرشاة، ثم أضيفي القليل من بيكربونات الصوديوم للمعجون وفركيهم كالمعتاد. استعملي هذه الطريقة مرتين بالأسبوع. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى يا ربي تكونوا استفدتم. إذا عندكم أي استفسار أو اتركوا تعليق. لا تنسوا تشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب اللي هو مربع أحمر، اضغطوا عليه. لايك للفيديو، شير للأصحاب الأقارب لكي تعم الفائدة. انضموا إلى صفحتي بالفيسبوك تويتر والإنستغرام بعنوان وصفات زينة. أضرب لكم ميعاد بفيديو قادم بحول الله. إلى اللقاء.